وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على توفير السلع بمنافذ أهل رمضان بتخفيضات تصل حتى 50%، مشيرا إلى توافر جميع السلع الرئيسية. من النهاردة أنا اتأكدت من توافر كل السلع، وهنا أنا بتكلم على السلع اللي موجودة في أي منفذ تجاري في أي حتة على مستوى الجمهورية، ونفس المستوى والنوعية من البضائع اللي موجودة في أي منفذ أو هايبر أو سوبر ماركت موجود. أهم شيء من خلال هذه المنافذ إن إحنا بنعمل نسب تخفيض بتبدأ من يمكن 15 أو 20% وبتصل في بعض المنتجات لغاية 50%، وأنا بأكد هي نفس السلع اللي المواطن هيلاقيها موجودة بعد كده في أي سوبر ماركت أو أي محل تجاري بيبيع. والأهم يمكن، وده أنا بوجه الشكر الحقيقة لاتحاد الغرف التجارية، إن هذه كميات البضائع اللي هتبقى موجودة عمرها إن شاء الله ما هتنقص من هنا لغاية انتهاء هذه الشوادر أو المنافذ مع نهاية شهر رمضان.